اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هكلمكم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا. طبعا كلنا بنستخدم الكريمات والمراهم اللي فيها كورتيزون، زي اشهرهم مثلا البيتا ديرم، الكلوفا كورت، الكيوتي فيت، ديرموفيت. دي طبعا امثله لبعض الكريمات والمراهم الموجوده في الصيدليه اللي هي بتحتوي على كورتيزون: بيتا ديرم، كلوفا كورت، كيوتي فيت، ديرموفيت. الكريمات والمراهم ديت لو استخدمناها بكمية قليلة على الجلد ما تجيبش نتيجة، ولو استخدمناها بكمية كبيرة جدا تدي اثار جانبية خطيرة، زي مثلا انها بتعمل ترقق لطبقة الجلد اللي بتحط عليها مع مرور الوقت، تعمل اسمرار في الجلد، تعمل ظهور للشعيرات الدموية تحت الجلد واللي هي بتدي منظر مش كويس. في الجرعات العالية ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم. فعايزين بقى نجاوب في الفيديو ده على السؤال المهم، وهو الجرعة المناسبة من كريمات الكورتيزون، الكريمات اللي بتحتوي على كورتيكوسترويدز او كورتيزون. عندنا اي كريم او مرهم في مادة البيتا ميثازون او الكلوبيتاسول او الفلوتيكازون، اي مرهم او كريم من الحاجات دي، علشان نستخدمه بالجرعة المناسبة هنستخدم طريقة اسمها Finger tip unit، اللي هو هنجيب جزء من الكريم او المرهم نحطه على عقلة الاصبع من فوق، العقلة اللي فوق دي، من اول الجزء اللي فوق لحد الخط اللي هو في الصباع ده. الجزء ده هيكفي لدهان كمية من الجسم بحجم كفين الايد مع بعض، بالصوابع بحجم الكفين مع بعض. يبقى الكمية دي من اول هنا لحد الخط ده، الكمية دي هتكفي لدهان كمية بحجم كفين الايد مع بعض. لو عايزين، او لو المنطقة المصابة او المنطقة اللي فيها التهابات او حساسية بحجم كف ايد واحد، فهنستخدم نص العقلة، فهنحط كمية من الكريم او المرهم من اول فوق لحد نص العقلة، يبقى النص هتكفي لدهان كمية بحجم كف الايد. لو المنطقة بحجم نص الكف، سواء المنطقة دي او المنطقة دي، اي منطقة في الجسم يعني بحجم المنطقة دي نص الكف، فهنستخدم ربع عقلة الاصبع من اول فوق لحد الربع، يبقى الربع هتكفي لدهان كمية او حجم من المنطقة المصابة بقد نص كف الايد. اتمنى الفكرة تكون وصلت لحضراتكم. لو في حد لسه مش فاهمها يكتب لي في التعليقات واحاول ارد عليه مرة تانية. الطريقة دي هنستخدم الكريمة والمرهم بشكل صحيح، ما نديش اثار جانبية لو استخدمنا الكريم او المرهم بجرعة عالية، وكمان لو استخدمناها بكمية قليلة مش هيجيب اي نتيجة. فدي الطريقة الصح بتاع وضع كريمات والمراهم اللي فيها كورتيكوسترويدز او كورتيزون. اتمنى الفكرة تكون واضحة لحضراتكم. انا لو تلاحظوا 80% من فيديوهاتي بعمل معلومات عن الادوية، ما بعملش ريفيوهات كتير عن الادوية. لو عايزين يعني اعمل ريفيوهات عن الادوية ياريت تعرفوني في التعليقات. لو عايزيني امشي في نفس الخط ده برضو ياريت تعرفوني انه المناسب ليكم وانه اللي بتستفيدوا منه اكتر. اعمل معلومات عن الادوية ونصائح وكيفية استخدام وازاي نتجنب الاثار الجانبية والحاجات دي كلها، ولا اعمل برضو ريفيوهات عن الادوية. ياريت تعرفوني في التعليقات عشان يعني مهم جدا رأي حضراتكم بالنسبة لي. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.